هذه السيارة اسمها ناصر، سميت على اسم والد من قام بتصنيع وتصليح وتصميم هذه السيارة وهو شاب سعودي. هذه المركبة تستطيع المشي على قمم جبلية وتقدر تمشي على مناطق وعرة بكل انسيابية وبكل يسر وسهولة وبكل متانة. نظام هيدروليكي وهندسي يسمح لهذه السيارة تسلق الجبال بمرونة عالية. أيضا في هذه السيارة يوجد فيها نظام هيدروليكي للتوازن يحد من انقلابها في وسط الجبال. وللمعلومية تقدر تمشي بالسيارة هذه فوق قمم جبلية بسرعة توصل إلى أكثر من 120 كيلومتر في الساعة. السيارات شغف بالنسبة لي، والبر شغف، والهندسة شغف، فلما تجمعهم كلهم مع بعض يطلع معي السيارة هذه، يطلع معي السيارة رقم 2. أنا درست هندسة ميكانيكية ورياضيات في أمريكا، والحمد لله بعد ما خلصت الدراسة وكان الهدف الأساسي أن أصنع سيارة أصلاً. وأنا كنت أدرس في الجامعة كنت أشتغل على التصاميم وراجعها مع المدرسين. لما رجعت الحمد لله نفذت أول سيارة، وكنت لحالي مع حداد بسيط واشتغلنا، كان في جراج الموضوع، وخلصناه في 3 سنوات. السيارة الحمد لله كانت ناجحة نجاح مبهر. طبعا من اول مره ما نجحت، فصار في تطورات لين ما شاء الله الحمد لله خلصنا. فقلت هذا الوقت الحين اني اروح اطور نفسي زياده. طبعا انا مهندس، فشغفي ما كان بزنس، كان شغفي اطور نفسي وابغى سياره تكون من الافضل سيارات العالم، اقدر انافس فيها عالميا وتمثلني وتمثل وطني كمنتج سعودي مشرف. سافرت، تعلمت، قابلت افضل متسابقين رالي، وقابلت افضل مصنعين سيارات رالي عندهم خبره 40 سنه، اللي اشتغل مع ناسا، اللي اشتغل مع نيسان. سافرت بين هنا وبين اوروبا. الموضوع اخذ 3 سنوات بين دراسه وتصميم السياره رقم 2، بعدين بدينا التصنيع الحمد لله، ابهرت الجميع وكانت انتاجها جميل.